أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالدور الإيجابي الذي يقوم به البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم وتيسير التجارة البينية بين الدول الإفريقية وبين إفريقيا والعالم الخارجي من خلال توفير الضمانات والتسهيلات المالية للمصدرين والمستوردين في القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال لقائه رئيس البنك بنديكت أوراما، حيث أشاد شكري بدور البنك الداعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية. ومن جانبه أكد رئيس البنك الإفريقي أن مصر تعد شريكا أساسيا لأعمال البنك في القارة الإفريقية، والذي يتخذ من القاهرة مقرا له منذ إنشائه في عام 1994.